سؤال، هذه الآية المباركة إخواني الأعزاء، هذا اللي قلت أنا فيما سبق والآن مأكدة، أنه أنا عندما تأتي نكتة كلامية، تأتي نكتة تفسيرية، تأتي نكتة عرفانية، وأجد مناسبتها على الطريقة القرآنية. إخواني الأعزاء، القرآن من يوصل إلى بحث، يجي إلى بحث الصوم دي يتكلم فقه، ولكن إذا وجد مناسبة أخلاقية ماذا مباشرة؟ يدخل في القضية الأخلاقية، دي يتكلم في قضية أخلاقية، إذا وجد مسألة مرتبطة ببحث عقائدي ماذا؟ وهذا هو المنهج الصحيح إخواني الأعزاء، مو المنهج أنه نفصل هذه الأبحاث وإلا تكون جامدة بلا روح. حاولوا أن تداخلوا بين ماذا؟ هذه الأبحاث لتظهر آثارها مباشرة على الأحوال. ولذا أنتم تجدون في مناهج التربية الآن في الدول الحديثة وفي كل دولنا أماتنا، أن التربية أو الدرس الديني عندما فصل عن الدروس شنو الأخرى، اعتني به أو سقط اعتباره، أصلا كل قيمة ما إلى لا. كل واحد يحتاج درس إضافي، مولانا يقولون له روح أخذ يا درس، أخذ درس الديني. لماذا؟ لأنه جعل الدين كأنه شيء منفصل ماذا عن باقي العلوم، مع أن الدين هو بطانة باقي العلوم، مو أنه علم في قبال ماذا التربية والأخلاق، هي بطانة العلوم. أنت ما تقدر تصير طبيعيات تقرأ الطبيعيات إذا فصلته عن الأخلاق. هذا اللي تشوفه الآن في العالم على الأحوال. خلوه على صفحة. هذه إخواني من أهم الموارد التي يشكلون على أنه لو كان المراد من أولي الأمر في الآية المباركة هم الأئمة، وكان ينبغي الإرجاع إليهم كما أرجع الله إلى الله وماذا والرسول، مع أن الآية ما قالت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وشنو وأولي الأمر منكم. إذن أكون مرجعية لأولي الأمر أو لا توجد مرجعية لأولي الأمر؟ لا توجد مرجعية، وهذا هو كلام مدرسة الصحابة. إحنا نقول المرجعية موجودة بعد رسول الله لمن؟ لأولي الأمر. فماذا نفعل؟ هذه من أهم إشكالات الطرف الآخر على الاستدلال ماذا بهذه الآية المباركة. الجواب إخواني الأعزاء جوابين. الجواب الأول وهو ما ورد في الآية 83 من نفس السورة، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. إذن ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم. إذن أكرج إرجاع إلى أولي الأمر أو لا يوجد إرجاع إلى أولي الأمر؟ وأنتم تعلمون أن القرآن يتمم بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. إذن من قال لكم بأنه لا يوجد إرجاع إلى ماذا؟ إلى أولي الأمر، بل هناك إرجاع ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، لو سلمنا وتنزلنا معكم أن الآيات القرآنية لم ترجع إلى أولي الأمر، فما هو الجواب؟ الجواب، التفتوا الإخوان الأعزاء إلى هذه النكتة، وأنا أعتبرها هذه من معاجز القرآن، أنه من اختلف في الله وفي الرسول خرج عن ماذا؟ عن الدين. لو وقع التنازع في الله أو التنازع في الرسول بعد هو يبقى مسلم أو يخرج عن الإسلام؟ يخرج عن الإسلام. الكلام في هذه الآية تريد أن تشمل أو تعمم كل تنازع حتى التنازع في أولي الأمر. فلو وقع التنازع ماذا؟ في أولي الأمر وهم الأئمة، فما هي المرجعية؟
بعد لا يمكن إذا وقع التنازع في أولي الأمر أن يجعل أولي الأمر هو ماذا؟ هم المرجع. لو أرجعت الآية المباركة من سورة النساء إلى أولي الأمر منهم، خب لو وقع التنازع في نفس أولي الأمر فأين المرجعية؟ بعد ما عدنا مرجعية، مع أن الآية تريد أن تقول كل التنازعات حتى التنازع ماذا؟ في أولي الأمر، فالمرجعية لماذا؟ لكتاب الله وسنة نبيه. هذه نكتة. وقد وقع التنازع، هذا خير شاهد على أن التنازع وقع ماذا؟ في أولي الأمر. من هم أولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وقع التنازع أو لم يقع التنازع؟ وقع التنازع. هنا المرجعية تكون إلى الكتاب ماذا؟ إلى الله والرسول. أما لو كان وقع، هذه إشارة إلى أن التنازع ماذا؟ وقع فيهم. وإلا لو لم يكن يقع فيهم أي تنازع لما كان القرآن الكريم يعزل ماذا؟ يعزل أولي الأمر عن الله وعن ماذا؟ وعن الرسول. هاي نكتة. النكتة الثانية أنه يظهر أنه إذا وقع التنازع في أولي الأمر يخرج الإنسان عن الإسلام أو لا يخرج عن الإسلام؟ لا يخرج، بخلاف ما لو وقع التنازع ماذا؟ في الرسول، فإنه يخرج ماذا؟ ولذا عند جملة أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة عندما اعترض عليه بعض أصحاب أهل الكتاب قال بأنه بعد رسول الله رسولكم لم يدفن وقد اختلفتم، أراد أن يطعن في من؟ ها؟ في الإسلام بهذه الطريقة، أنه بعد لم يدفن وقع الاختلاف ماذا؟ بينكم. الإمام سلام الله عليه، سلام الله عليه إمام البيان، قال اختلفنا عنه وأنتم اختلفتم فيه. أنتم اختلفتم في من؟ في عيسى، فبعضكم قال نبي، بعضهم قال جنو إله، فاختلافكم كان عنه لو كان اختلافكم فيه. ونحن اختلفنا عنه، يعني لم نختلف أنه رسول، نعم اختلفنا في أنه أوصى أم ماذا؟ أم لم يوصي. هذا اختلاف في رسول الله لو اختلاف عن رسول الله، فأين اختلافنا من اختلافكم؟ إذن هذه الإشكالية التي تذكر أيضا غير تامة.